عصام يرد على أحمد شاهد المزيد من التفاصيل. بعد ما شفنا تصريحات قوية من نور وأيضا رد أقوى من أحمد قربوع، طلع عصام أيضا في ستوري يرد على أحمد، وقصف عصام عيلة سالي وأحمد بأنهم أكثر عيلة بيصوروا مع الكل بس مو واصلين للاتنين مليون، وطلب من المتابعين يوصلوهم لهالعدد. وأيضا قصف عصام أحمد بأنه بيخرج بستوري وبيهرب، وأضاف عصام أنه كلام النسوان للنسوان، وأي حدا بده يتصالح معه يطلع معه بيت على التيك توك ويحلوا سوء التفاهم بينهم قدام المتابعين اللي بيحبوهم. أنا إنسان ما بحب كتير الأخذ والعطاء. من شوي كنت طالع بس مباشر وحطيت النقاط على الحروف، كان في سوء تفاهم، وأي حدا عنده سوء تفاهم معي وحابب يطلع معي ببس مباشر مو مشان شيء، بس مشان الناس اللي بتحبنا تعرف الناس البقية على حقيقتها، مو واحد بيطلع بيحكي كلمة بستوري وبيهرب. كلام النسوان للنسوان، أوكي إذا حدا بده شيء مني بطلع معه بس مباشر عادي، ما في مشكلة، خلي الناس تعرف كل مين إنه هو شو، مين الصادق مين الكذاب. وفي حدا كمان رح أطلقوا رابط قناته عم يقول عنا إنه نحن عم نعمل دراما كرمال نجيب مشاهدات. بتعرفوا هذا الحدا ما خلى حدا بالوطن العربي وما صور معه فيديوهات ولهلا ما وصل 2 مليون متابع؟ بالله عليكم بالله عليكم، الله يكرمكم، رح أطلقوا رابط قناته، قناة هي العيلة، روحوا واشتركوا.